صباح النور وشراكم، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. واخيرا نقول لكم شكون معايا، واخيرا كما راكم تشوفوا ماماري رجعت. اهلا البنات وشراكم لاباس، ان شاء الله يعرفكم كل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا خرجنا بكم، جو راهي تبدل، مره شمس مره تغيم الدنيا، مره كان غبار، كل مره كيفاه. مي اليوم خرجنا كما تعرفوا قربت القرايه ان شاء الله، خرجنا باش نشريو شويه حوايج ما دناكش ثاني، خرجنا نشريو شويه حوايج لراني باسكو راح تدخل ان شاء الله سنه اولى. اي خرجت ماما تجيب لها شويه حوايج للقرايه ان شاء الله، وندير لكم اليوم فلوغ. كملنا شرينا وروحنا، وراني ما قربت تدخل ان شاء الله سنه اولى، رحنا باش نشريو لها حوايج تاع القرايه. وهاو يزن او يزن ما تغشش، راح تدخل سنه اولى تقرا، رحنا شينا لها طابليه باش تروح تقرا. يا اخي اوكي تحس روحي تقرا ولا ها راني شاطره، كانت تقرا في كانت تقرا تحضيري بصح ماشي في الفلاكريش، ما كانش تقرا في المدرسه، مي كانت لايبرغ تقرا، يعني قرايه تعرف تقرا مليح يا اخي. واش عرها طويل عزنا عليكم طابليه نوريكم واش كيعت مروحه واش جبت لهم عبالكم. هذه الايام هذه الفتره اللي اللي مرت علينا هذه كامل شويه كانت هكا مخلطه شويه مخلطه. المهم حبيت نفرح الاولاد اليوم، قلت نفرحهم شويه هذه الايام، يعني ما فرحنا ما ضحكنا، كان ماما ثاني شويه كانت تعبانه، يعني لحد الان مازالت شويه ما ماشي كيما مش كيما الايام الاولى، مي الحمد لله يا ربي. نوريكم واش جبت باش نفرحها. ها حين نعطي لهم طابلي. ها ها شتو راني يا تاع راني متحبشتو عرفت نعطي لكم الصباح قلت لكم حبينا قلنا قلت نفرح ماكدا شويه
هيا رحت شريت لهم حاجه على بالي هما يموتوا عليها ويفرحوا بها بزاف بزاف بزاف. صحه ومشاركه معاكم. هذه هي لاتارت اللي كنت جبتها لهم، قلت نفرحهم بها شويه، هما يحبوا هاد الحوايج. هيا قلت نجيب لهم واحده مي لزقت هذيك الشوكولاته حلا لزقت في الكارطون. وريكم كي رحنا رحنا على جال، قلت لكم راني باش نشريو لها. المهم راني مشات لها ماما هذا الباسكيت، قالت على جال على جال دوكا القرايه بربي ان شاء الله 21 سبتمبر يدخلوا. المهم جات لها، انا عجبتني هذه اخترتها لها، اخترنا يعني كيف كيف، ما عجبتني كي جا شوفوا ستيلها كيفاش وجايه هكا عاليه شويه، نحب الحاجه تكون عاليه هكا شويه. اخترت لها هذا الباسكيت وجات لها طابليه. بالنسبة للحوايج يعني تاع لبسة شريت لها ثاني مي من قبل، يعني شريتهم عندهم واحد شهر ولا هكذاك، شريت لها الحوايج تاع اللي راح تدخل بهم تقرا فقط. عاودت شريت لها طابلية وشريت لها باسكيت هلا ما كان عم بكم راه واحد الدار واحد الربيح. المهم شريت انا هاد الليكات هذه، عجبتني لاكولور تاعها، جاية ثاني ستيلها جاي خفيف جاي بزاف هايلة. الكولور اللي فيها عجبوني، الكولور فيها جايين مليح يهبلو كولور صيفية. المهم شريت هذا الشميز اي جاية هكا طويلة، يعني طويلة شوية. وشريت ثاني شوية حوايج، نوريكم شريت ثاني هذا السروال، السروال في الابيض. وشريت معاها ثاني هذا عمر راه قدامي خليه. وشريت معاها ثاني باسكيت، ها شريت هذا الباسكيت اخترتها، يعني جايه في السامبل عجبتني هذه، جايه كسامبل اخترتها هذا الباسكيت. وماما ثاني شريت لها باسكيت، باسكو ماما شريت لها هذا الباسكيت كيما تاعي مي شويه اختلاف برك. هنايا شوف هي تاعها ماشي عاليه بزاف، وهنايا جايه هاك شوف جايه ستيل تاعها ها تاعي شويه عاليه تاعها ماشي عاليه. ولا نوريكم ثاني شريت هذا الشامبو، شريت يعني شريت هذه شوفوا هذه جيل دوش هذا عباكم ريحته جايه تهبل مخدوم بالورد. وشريت ثاني هذا تاع الاولاد، شريتهم للاولاد صغار تاعك. هذه شريت واحده ليا واحده لمحمود. وشريت ثاني هذه تاع الشعر كريم زيت جوز الهند، هذه بزاف بزاف هايله للشعر. المهم شريت منها ثاني. وشريت غير تاع الاولاد هذو اللاستيكات تاع الجوري باش نحكم لها بهم شعرها. شريت لها ثاني فوندانا باسكو جوري تاعها هملو، ما نقولكمش مع الرحله وذاك ما لقينا والو. ايا وليت اخترت نجيب لها بكا استيكات، قلت باش نحكم لها بهم شعرهم. هذه فوندانا شريت لها ثاني فوندانا. ونوريكم هنا معايا اروح محمود هنايا قدامي. واش ورينا؟ واش هتوريني؟ اروح نوري لك واش شريت لمحمود. شريت له هدية خفيفة ظريفة، شريت لك هدية. شريت لي ايه؟ هدية. شريتي له هدية؟ واش من هدية شريتيها؟ دوك نوريها لك تشوفها. المهم بسم الله. ودي مناسبة ايه؟ ما كان حتى مناسبة، شريت لك هدية هكذا. يعني انت اشتريتي لي هدية بس؟ ها مليح والله. تريكم مع السيرفات تاعها هذه. شوفوا ستيل تاعها كيفاش جايها. حياة الجزائرية جميلة والله. شوف تريكو معاها. تريكو يجي كمان يتلبس مع البنطلون. وهذه مليحة. شكرا لك. عجبتك؟ فلنا؟ اسمها؟ اسمها فلنا. فلنا. عجبتك واحد التنوار في الابيض. مليحة شكرا. ان شاء الله كذا نقيم بلدية حلوة بعد كذا. في بلادنا لازم نرحبوا به شوية يا خي. ترحبوا بي. هذا شريته من محمود. ترحبوا لي ترحبتوا بي لما جيت يعني. لا تستاهل. ثاني رحبتوا بي في بلادكم. المطر. هتنزل في بلادكم. عندكم اللي
هو احنا لهجنا الشتا يدخل اساسا انا ما كملتش الشهر. لا مازال ما دخلش. شوف هو ملي جات تقريبا يصبت المطر واحد الخمس مرات ولا ويا اخي حنا تما عندنا في اسيوط ما تصبش. العام اللي فات برك صبت الله يبارك شحال صبت. العام اللي فات هذا اللي جاء الشتا هذا اللي فات عندهم الله يبارك اول مره تصب هكذاك. شوفوا صبت واحد شحال ديتها سمانه كيما رجعت ماما عندي ديتها واحد سمانه ولا والمطر الله يبارك تصب 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 الله يبارك. ومال يجي مشات مي مطر ومطر وملي جا ويتصب المطر قال لي قال لي الشتاء راح يدخل عندكم كل مره الصيف الصيف ولا الشتاء. احنا عندنا المطر الشتاء في الصيف المطر الشتاء في الصيف ولا الشتاء فهمت. سمع عندنا المطر الشتاء في الصيف وتلقات كويس الحمد لله كويس. يا دوكا نروحو نتعشاو وشوفو اليوم مانيش دايره لا ميك اب لا والو مخليه وجهي استراح كيما قال لي. انا ماما زبط الفار وشريت الجوري ثاني. شوفو شريت لابس جوري ثاني شريت لها فلايك مناقش يقولوا على مناقش شريت لها رحت شريت لها مناقش بسكوت اختاروا لها هذه المره اخترنا نجيبوا لها هذو باش تغسل فنيها. شوفوا نظافه بليدي حاوس يغسل سنانه وتحس تغسلي فنيك. اسمع يوري ندير مع بعض نصور فيديو انا وانت توريهم بزاف تغسل سنانك. واو شنو جبت لكم اليوم؟ عندك سلطه جبت عيد ميلاد. ما كانش عيد ميلاد ما كانش حنا جبنا برك نديرو تورته باش تاكلوها. قول الله فرحته وانت عمر فرحته حلوه وانت رنيم. اه يا بابا يا سلام وانت راني مليحه. جوري مليحه عجبتك. هيا دوكا نقسمها ديجا نحاول هذيك الشيكولاته تاعها اللي منا ديجا. شوف كيف نحاول الشيكولاته تاعها اللي من الحوايج هذي كامله نحاولها. هيا روحوا دوكا نقسم لكم. وي نقسم لكم تفضل يا محمود. شكرا. هذاك اليوم الاثنين على كل هذا هذاك اللي انت لا خلاص شكرا تتبرع لي بتاعتك واحد تاعي واحد تاعك. اسمع خلاص بتاعت انا نفسها كملها منين ما كانش كليتها خذا وين كليت صح كليت خلاص ناخذ الاثنين خلاص يلا امشي.